دعاء في يوم الجمعة لعلها ساعة إجابة. اللهم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعوك فيه إلا واستجبت له، هكذا بلغنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فيا رب أجب دعاءنا اليوم، وبلغنا هذه الساعة، ولا ترد لنا دعوة في يوم الجمعة. اللهم لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي. اللهم ارحم عجزنا، اللهم ارحم ضعفنا، فقد ضاقت صدورنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك أن تكبر بخواطرنا يا رب، أكبر بخواطرنا يا جابر كل كسير، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ارض عنا وتقبل منا وأجب دعاءنا. اللهم ارزقنا الإحسان فإنك تحب المحسنين. اللهم ارزقنا الإحسان فإنك لا تضيع أجر من أحسن عملا. اللهم ارزقنا الإحسان فإنك تزيد المحسنين إحسانا، وتقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.